فأنا من النهاردة قررت أعمل ديلي فلوجز. ثانية واحدة بس قبل ما أتكلم عن الموضوع، خلينا نرجع ونعيد اليوم من الأول خالص. صباح الخير، الساعة دلوقتي 9:30. انا عندي شغل الساعة 10. كان نفسي طبعا اصحى بدري. انا صاحي تقريبا من الساعة كام، من الساعة تقريبا 8:30. انا صحيت، انا عندي دلوقتي كامب اللي هو المعسكر بتاع التنس، هبدأ كمان نص ساعة. اولا انا عايز اقول اسف على الحلاقة ديت، انا اصلا حالق كده وعارف ان شعري بوظته، بس اصلا الجو حر. انا حالق الحلقة ديت عشان الجو حر، عشان بلبس كاب على طول، فتقلقوش يعني كلها اسبوع وشعري هيطلع وان شاء الله يبقى شكله احسن من كده بكتير. الفيديو بتاع القهوه قرب ان شاء الله، عشان اوريكم ازاي ترسموا رسمه زي دي برده وانتم في البيت، يعني مش شرط يكون عندكم مكنه. فان شاء الله انا هنزل اروح الكامب، وبعد الشغل احتمال انا وزوجتي نروح السوبر ماركت فيه كده حاجه ممكن نشتريها. كوكو الحمد لله خفت شويه، صوتها بدا يبان، وعشان بتاخد مضاد حيوي، يعني الدكتور كتب لها مضاد حيوي وبس. الجو الحمد لله مظبوط قوي، يلا بينا نطلع الشغل. لو انتم بتسالوا ليه انا كاتب على الفلوج فلوج رقم 1، كمل الفيديو هتعرف في الاخر. ورايا بخلي العيال الصغيره تجري. المفروض ان انا في الكامب دوت شغال مدرب فيتنس. المفروض الكامب بيبقى فيه 5-6 ملاعب شغالين مدربين ومدرب فيتنس. انا اخترت اكون مدرب الفيتنس اولا لاني بعرف اعمل الكلام دوت، اقدر اساعدكم في برامج وكده برضو لو حد عايز يخس والكلام ده ان شاء الله نعمله مع بعض. والتاني حاجه ان شغل الفيتنس مريح، يعني انا واقف هنا في الشمس، ما بجريش كتير، ما بلعبش في الرمله، فانا بستريح بصراحه جدا في شغل الفيتنس ده. هفطر بقى، ده الاكل بتاعي، عملت سندوتش كده جبنه بالمربى وفي جناحين ماكدونالدز من امبارح، تقريبا تبقى اخر وجبه ماكدونالدز. الحمد لله اليوم خلص، عدى على خير. الساعة دلوقتي 4:15. هيا بوكو. هلو. هيا بوكو. بتعملي ايه؟ الحمد لله. ايه بس مخصو، بتعملي ايه؟ طبعا انتوا اكيد بتسألوا ليه مكتوب طبعا فلوج رقم 1، صح؟ انا اقول لكم ليه مكتوب فلوج رقم 1. خليني بس اقرب الكاميرا شويه عشان السينماتيك افكت بقى. انا من ساعه ما بدات اليوتيوب وانا اصلا قلت تقريبا في اول فلوج ان انا هبدا اصور على العربيات كتير، وفي نفس الوقت اصور فلوجز عن حياتي اليوميه، يعني انا وزوجتي واصحابي والكلام ده. ومن ساعه ما بدات اليوتيوب وانا دماغي اصلا تقريبا هتنفجر. انا بطلت اروح اتمرن، بطلت اهتم بالعربيه، بطلت اغسل العربيه، ما بقاش في عندي فاميلي تايم خالص، مفيش عندي وقت عائلي خالص ان انا اقعد مع زوجتي اكلم اهلي. بقيت اكلمهم كل يومين ثلاثه عن اني كنت بكلمهم كل يوم. دماغي دايما مشغوله بهصور ايه، الناس عايزه فيديوهات ايه، طب هروح فين، هعمل ايه، طب انا صورت مشهدين امبارح ومشهدين اول امبارح هحطهم ازاي في فلوج. بقيت بقضي الوقت كله بدل ما انا برودكتيف، بقيت ان انا بتفرج وبفكر وبس. productive يعني ما بقيتش انتج، ما بقيتش انا نفسي اطلع حاجه، انا بقيت بفكر كتير، بقيت في نفس الوقت بتفرج على يوتيوبر كتير، بقعد اتفرج على فيديوهات يوتيوبر عرب مصريين اجانب، واقعد اتعلم من ده واتعلم من ده، بعدين اتفرج على دوت، بعدين اشوف ايه الجديد اللي هو عامله، طب وايه الجديد اللي عامله دوت، واقعد اقرا الكومنت. فانا نفسي بقت دماغي خلاص جوه بعض، ما بقيتش بنزل اي حاجه، بنزل كل فين وفين. اي نعم اخر كام يوم نزلت ورا بعض كتير، بس تقريبا نصهم برضو مشاهد قديمه. وفي نفس الوقت انا ما بقتش اعمل اي جديد، ولا بتقدم في التصوير، ولا بتعلم حاجه جديده، مجرد ان انا بتفرج واتعلم من التانيين، بس ما بقدرش انفذ الكلام ده. بقى كل همي ان انا بعد الشغل اروح البيت عندي ساعتين ثلاثه اعمل فيهم اديت. فالمفروض اصلا بعد وقت الشغل ان انا اروح اقضي الوقت مع العيله، مع زوجتي، بنروح عند اهلها، بقيت برفض دايما لو تروح عند اهلها بسيبها هي تروح، اقضي الوقت اكلم مثلا والدتي، اكلم اخواتي، انزل اقابل اصحابي،
حتى لو كلمته ميشو نفسه ممكن هو يقول لكم ان انا ما بقيتش حتى بشوفه كتير عن الاول. فالموضوع دوت بصراحه كان قاتلني. بقيت ان انا بستنى طول الوقت يحصل اي موقف او اي حاجه مثيره او مهمه ان انا اصورها، فبقى طول الوقت ها هنعمل ايه النهارده، طب تستاهل التصوير ولا لا، طب هنعمل ايه بكره. بقيت طول الوقت بفكر وما بصورش. في نفس الوقت اي يوتيوبر عارف طبعا الكلام دوت، انت لما تبعد كتير عن الكاميرا وتيجي تفتحها تاني ما بتبقاش عندك الجرأه والثقة في النفس اللي كانت عندك في الاول. يعني الثقة بتروح خالص، بتبقى بتفتح الكاميرا كأنك لسه بيبي جديد، بتبقى مكسوف تبص حواليك. دوت عكس ما انت بتصور على طول وتلاقي الكاميرا مفتوحة طول الوقت ودايما بروداكتيف، دايما بتفكر في حاجة وتطلع وتعمل، فخلاص بتبقى حاجة زي بقت ديلي، بقت حاجة كده يومية بتتعود عليها. العربيات انا مصورتش عليها اي حاجه لحد دلوقتي، مع اني يعني هوايتي بص العربيات دي شغف. في مشاريع كتير نفسي اعملها بس من كتر التفكير وقله العمل ما بقتش بطلع اي حاجه خالص، ما بقتش بنتج اي حاجه خالص. فالموضوع اللي في دماغي بصراحه انا بفكر فيه بقالي فتره، قلت عليه قبل كده وشغلني، هو بصراحه تحدي كبير جدا. فانا من النهارده الاربع 3 يوليو 3/7/2019 قررت اعمل ديلي فلوجز. فعلا انا هعمل ديلي فلوجز، بس انا مش هحاول اقلد الفلوجرز اللي هما كانوا بيعملوا لي ديلي فلوجز خالص، انا هيبقى ليا نظام مختلف خالص. الديلي فلوجز هي اصلا تحدي كبير جدا، وانا بفكر فيها من فتره، بس يعني اكبر مشكلتين في الديلي فلوجز انت هتصور ايه والاديت هتعمله امتى عشان ترفع الفيديو. فاللي كان شغلني اول حاجه موضوع الاديت، مش هصور ايه. فانا بالنسبه لي الاديت كان مشكله، بس انا بقالي فتره بتعلم ازاي اعمل اديت في اسرع وقت ممكن، ان انا تقريبا في ساعه واحده اقدر اخلص فيديو او ساعه ونص، وياخد له مثلا نص ساعه في الرفع، ساعه بالكتير، او يعني ساعتين ونص اكون خلصت. فانا الحمد لله مرنت نفسي على الايام ديت. كل ده هتشوفوه في فلوجز جايه، ازاي بعمل اديت، ازاي تبقى سريع في الاديت، وكل الكلام ده هتشوفوه. الموضوع التاني بقى اللي انا كنت بفكر فيه دايما الاسبوعين اللي فاتوا، انا هصور ايه. فانا نفسي بدات اصور تقريبا معظم اللي بيحصل في اليوم عندي واحاول اطلع منه فلوج، اخرهم كان الفلوج بتاع المره اللي فاتت. فانا الحمد لله اتغلبت على المشكلتين دول، ودلوقتي اقدر اقول ان انا جاهز ان انا اعمل ديلي فلوجز. كوكو لازم كل شويه تيجي تقاطعني. انا هعمل ديلي فلوجز، بس مش لازم اقلد كل اليوتيوبر اللي هو بينزل كل يوم. انا هنزل فلوجز لمده 6 ايام في الاسبوع، هاخد يوم اجازه لان الديلي فلوجز بالنسبه لي برضه تبقى شغل. يعني اليوتيوب تقريبا بالنسبه لي بقى شغل جانبي لشغلي، يا اما الاربع يا اما الاثنين يا اما اي يوم تاني انا مفيش وقت ان انا اعمل اديت، رحت بسافرت خدت طيران، ففي يوم هيبقى اجازه في الاسبوع هحطه للظروف الطارئه ديت. بس اليوم الطارئ دوت هصوره واحاول ادخله في الفلوج اليوم اللي بعده، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا مش هعمل وقت معين للفلوجز، يعني مش هقول لكم انا هنزل امتى، بس هو تقريبا هعمل اديت للفلوج وارفعه الصبح. هتتفرجوا على الفلوج تقريبا كل يوم الساعه 10 الصبح 11، او هتتفرجوا عليه الساعه 10 11 بالليل لحد 12. يعني انتوا ادوني وقت لحد 12 بالليل، لو اتاخرت قوي 12 ونص واحده، بس ان شاء الله مش هتاخر. فانت لو مش شغل النوتيفيكيشن، خش على القناه شغل النوتيفيكيشن. دلوقتي في النوتيفيكيشن في اوبشن ان انت تشغل نوتيفيكيشن معينه او كله، فانت دوس على اول. ولو مش شغل النوتيفيكيشن او مش عايز تشغلها او مش مشترك في القناه بس حابب تتفرج، ما عنديش اي مشكله. كل يوم يا اما من 10 ل 12 بالليل يا 10 12 الصبح، وفي يوم هيبقى اجازه ان شاء الله. رقم 3، الوقت بتاع الفلوج نفسه يبقى قد ايه. مش هعمل له وقت معين، انتوا ممكن تتفرجوا على فلوج 4 دقائق 3 دقائق، ممكن تتفرجوا على فلوج 10 دقائق 9 دقائق، مش هعمل فلوج اكتر من 11 دقيقه. طبعا انتوا كده هتشوفوا وشي كل يوم. طبعا الناس اللي بتعمل ديسلايك معلش انا اتعبكم معانا وتبقوا موجودين معايا كل يوم عشان الديسلايك. طبعا الناس اللي هتقعد تقول انت ما بتنزلش حاجه هادفه، انا اتعلمت ايه وما اتعلمتش ايه، اسمه فلوج، فون فيديو لوج. يعني انا بكتب او بصور زي بلوج، بكتب فلوج بصور انا بعمل ايه يوميا. بس انا مش عايز اطول عليكم، خلينا اكمل اليوم، يا رب اقدر اكمل الديلي فلوجز. طبعا انا مش عارف انا هكمل لحد امتى، اسبوع 10 ايام شهر شهرين سنه، السنه دي تبقى حلم. يعني انا حلم حياتي ان انا يعدي عليا سنه 364 يوم، يبقى انا كده يعني حققت حلم كبير من احلام حياتي اللي نفسي فيها. فادعوا لي يا رب ده يكون قرار ذكي، ما يكونش قرار غبي مني. انا عارف ان القرار صعب جدا، بس لو ما خدتوش هرجع اندم واقول يا ريتني خدت القرار وجربت على الاقل. طيب دلوقتي الساعة بقى 11 عندنا، فانا قلت ايه اختم الفلوج برحلة حلوة كده بالبورد. احلام في الشارع والجو ما تعرفش قلب مرة واحدة ساقعة، يعني ازاي من درجة حرارة مثلا 32 او 30 النهاردة تبقى دلوقتي 16، شوف الفرق قد ايه. يا رب اقدر اوفي بالقرار اللي انا قلت عليه دوت، القرار اللي انا خدته. انا ان شاء الله هعمل شوية سكيت بوردنج وبعد كده اشوفكم في الفلوج بتاع بكرة ان شاء الله. تصبحوا على خير بقى.